يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة إبداع الشباب، واليوم تحديدا راح نتعرف على إبداع جديد وخاصة في الرسم والتصميم. ومن ناحية الرسم ضيفتنا حاولت تبدع وتظهر هذا الجانب عندها وتتقن لهذا تتقن هذا المجال من خلال فترة تعلمها الرسم وإبداعها اللي نفذته على أرض الواقع. اليوم حنتعرف على رضية بن يحيى الشابة المبدعة. حياك الله معنا في ساعة شباب. يا شرف. بداية رضية، حابين نتعرف على مدى علاقتك بينك وبين الرسم. علاقتي بالرسم صراحة يعني أقدر أصفها بأنه حلم حياتي. يعني حلو، من متى بديتي؟ تقريبا 5 سنين. أول شيء بديت بالكرتون، شخصيات الكرتونية، كنت أنيميشن. أيوة الأنيميشن. بعدها بسنتين أنه توجهت للبورتريه، حلو، رسم الشخصيات. حلو. فرق في 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 الفنين بشكل كبير. ايوه، بس مياله لايش اكثر الى الان؟ البورتريه طبعا. بورتريه، خلاص حبيتي، عرفتي ايش طريقك. طيب جانب الرسم عندك، التصميم احيانا بتحاولي انك انت تعطي تصاميم لنفسك، بتحاولي تبدعي، لسه ممكن ما اتقنتي بشكل كبير، ما اعرف، ممكن حاب الرسم بشكل اكبر، ولا ايش الوضع بالضبط؟ ايش علاقتك الان بالتصميم؟ التصميم كان تجربه وبعدين صار مهنه. اوكي. ولما لاحظت انه شغلني اكثر شيء عن الرسم تجنبته يعني. كيف صار مهنه؟ يعني اشتغلت فيه، سويت تصاميم لمتاجر على الانستغرام كثير. حلو. يعني حلو. يمكن تقريبا 3 سنين اشتغلت كمصممه. ولما اخذك عن الحب الرسم؟ ايوه تركته، وقفتي. شوف سبحان الله، الواحد من يحب شيء. طب بعرف رضية، يعني بنعرف نوعيات الرسم كثير، وكل فنان ممكن يتقن الرسم بشكل احترافي في نوعية معينة. انت حبيت البورتريه اكثر من الانيميشن، وحابه انك تتقنيه وانك تتوجهي توجهه الخاص يكون بالبورتريه، صحيح؟ صحيح. فابغى اعرف، طيب في انواع كثيره، ما فكرتي انك تجربي كذا نوع قبل ما تتخصصي في البورتريه؟ الا جربت الرسم الرقمي اللي هو على الفوتوشوب على الكمبيوتر. ايوه، نقدر نقول الابلكيشن اللي ترسمي فيها على الكمبيوتر. أيوة. جربته لكن ما استمتعت فيه زي البورتريه، لانه على الورق، يعني قصدي انه على الورق تهتمي في التفاصيل، يجبرك انك تهتمي في التفاصيل الصغيره، لكن مثلا على الكمبيوتر تتجنب التفاصيل الصغيره، لانه خلاص يعني هي اساسا صورة حتكون بحجم معين يعني محطبة. لكن في اللوحات، في الورق. ايوه. اوقات في ناس، واحنا بنستعرض الصور طبعا بنشوف اوقات، على فكره رضية، ترى في ناس لا يعملوا زوم ان بشكل كبير بس عشان يدقوا في التفاصيل، فممكن تستخدميها. لكن اعتقد كمان حبك لمسكتك للقلم او المرسمه او الالوان بشكل عام، وملمس الورق بالنسبه لك اعتقد اعمق من الكمبيوتر او ايش ما كانت النتيجه تعطي. جميله اللوحات. أيوة. اللي رسمتيها شيء جميل. خليني اسالك، طورتي مهاراتك بشكل شخصي ولا حاولتي تدرسي او تاخذي دورات في هذا المجال، ولا اعتمدتي على موهبتك؟ اول شيء لما بديت يعني كنت ادور على دورات كذا، ما لقيت بصراحه، يعني ما كان في دورات وقتها. معقول للبنات ما في؟ قبل 5 سنين ما كان. ايوه كان. يعني ايامها على ايام المنتديات ما كان في، لا ولا معاهد تعلم الرسم. في معاهد بس يعني كانت مره مكلفه جد بشكل مكلفه. يعني صح صادقه. صادقه صح. فبعدين قمت ابحث عن مريم فارس دورات اكثر. مبدع. بحثت عن دورات اكثر يعني، وكان في باليوتيوب. أيوة. رسامين اجانب يعني كانوا يحطوا دروس. حلو. يعني خطوات بسيطه يعني، لكن انه تعلمت منها. اليوتيوب علم ناس كثير في اشياء. صح. كثير. صح صادقه. صحيح. طب رضيه، بالحديث عن الدورات، انت كنت تبحثي عن دورات عشان تتعلمي فن الرسم، ولكن قلتي انه كانت جدا تكاليفها عاليه عليك، فاخذتي فكره من هذا المنطلق انك تقدمي دورات في الرسم بشكل مجاني لكل الراغبين في تعلم فن الرسم، صحيح؟ فنبغى نعرف، وكمان قلتي الغير قادرين على دفع تكاليف الدوره، فريد تكلمينا اكثر عن هذا الموضوع. هي الفكره انه نعمل دورات صح مجانيه، لكن للناس اللي ما يقدروا يدفعوا تكاليف فعلا الدورات. ما هم قادرين. لكن يعني اغلب دحين الرسامات يعملوا دورات رسم تبدا من 500 الى 1000 فوق، يعني مره مكلفه. صحيح. في ناس ما يقدروا يعني يدفعوا هذه التكاليف، فانا فكرتي انه مثلا نكون انا ومجموعه رسامين مثلا محترفين يعني، ويكون طبعا في داعم، نعمل الدورات هذه للناس، نشوف وضعهم المادي كيف، حق يعني من جد يعني يحتاجوا. ايوه، هذه الدورات فعلا. دورات ونعطيهم اياها. يعني. طب ايش تحتاجي عشان تسوي الدورات هذه؟ والله احتاج اني اطور نفسي. طوري نفسك، والدعم المادي طبعا.
حلو والله، جزاك الله خير. يعني رضية، في ناس من أول ما توصل للي تبغاه تنسى خلاص هي كيف كانت معاناتها في البداية وما تحاول توفر لغيرها. شيء جميل أنك أنت بديتي توفري حاجة لأنك عانيتي منها وتعرفي قد إيش هي كانت صعبة بالنسبة لك، الآن بتحاولي تسهليها للناس اللي ممكن ياخذوا وقت أطول. صحيح. وهذا شيء ترى ما يتنسى الواحد لما يلاقي مساعدة من الغير. صح. إيش ما كانت المساعدة، لو نصيحة وتأكيد على هذه النصيحة ترى الواحد يفتكرها، فشيء جميل جدا. طيب أنت قلتي أنك تحتاجي للدعم والمثلا المكان، الناس اللي قدموا الدورات، ونوصل طبعا لمستوى أني أقدر أعلم. جميل. طب أبغى أعرف، انت انا اللي عرفته منك انك انت سبت التصاميم بس بسبب الرسم وحبك للرسم تحديدا، ما في اي مجال بعد كذا ممكن ترجع للتصميم او لشيء اخر؟ لا ما اعتقد. ما تعتقدين؟ راح اطور نفسي في الرسم بس. ليش انا ليش ابغى اسالك هذه النقطه بس، لانه في ناس برضو بيصير عندها تخبط في 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 التوجه. فليش انت يعني حددتي، هل مجرد محبتك للرسم ولا مع انه التصميم كان فيه مصدر دخل لك؟ أيه انت صح. فايش السبب اللي مخلاكي بس الحب ولا في شيء ثاني؟ لا يعني ما حسيت اني ابدعت فيه. يعني ما مو زي الرسم بالنسبه لك. أيوة. صحيح. يعني كمان الرسم ممكن يكون انه يعني يعطيني دخل، مصدر دخل. مصدر دخل. هذا اللي كنت بسألك هو تحديدا. ما فكرتي انك تعرضي لوحاتك للبيع عن طريق السوشيال ميديا؟ والله صراحه يعني زي مثلا رسمه قمر جاتني واحدة وحجزتها، يعني طلبتها. والله هذه الرسمة اللي معانا انحجزت. إيه؟ لسه كنت بحجزها يا رضية. حقيقي مبدعة بكل التفاصيل الموجودة. الشعر اللي طايرة. صحيح، بكل التفاصيل الصغيرة الموجودة في الرسمة. طب ما فكرتي رضية انك تشاركي في معارض، خصوصا عندنا في جدة معارض كثير تقام في الفنادق وفي البازارات اللي بتصير، وكل واحد بيشارك ببوث صغير بيعرض فيه شغله. ما فكرتي انك تعرضي هذه الأعمال عشان تبيعيها ويجيكي مصدر دخل مادي؟ ان شاء الله هشارك، بس اول شيء ابغى اعمل لي اعمال اكثر. يعني تبي تجمع اعمال؟ أيوه. اكثر عشان تشاركي فيها في المعرض. عموما رضية بن يحيى، شكرا لحضورك اليوم معنا، وحقيقي اسعدتينا بتواجدك ونتمنى لك كل التوفيق. وفكري في الموضوع حقيقي يعني مربح جدا. يعطيك العافيه. شكرا لك رضية على ايثارك في النقطه اللي ذكرتيها، ودائما نتعلم من بعض ونحاول انه احنا يعني نشوف ايش غيرنا سوى ونكمل الناقص اللي عند غيرنا عشان نقدر نكامل بعض. هي كذا الحياة، إذا عندي حاجة أساعد غير بها، وإذا هو عنده حاجة حيساعدني فيها، وهكذا تستمر الحياة. بعد الفاصل عندنا أخبار السوالف، حنستأنس ونستمتع بالأخبار الجديدة وإنجازات راح تسر القلب. خليكم معنا.